ما تيجي نتجول على السطح كده ونشوف البرنجان. اللهم صل على النبي. شايفين البرنجان ده؟ برنجان مزروع في الغلق اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنجان اهو ده برنجان ومزروع في الغلق اهو اهو. شايفين كل ما نفر يعاني من الانيميا يقولوا له كل برنجان، مع ان البرنجان مش مصدر للحديد. ليه بقى البرنجان مش مصدر للحديد؟ اللهم صل على النبي. شايفين البرنجان اهو اهو. شايفين البرنجان؟ اللهم صل على النبي. اهو البرنجان هنا، البرنجان المميله هي اهي، واخده العلقه ونازله. ده برنجان مزروع فيه الجرده، برنجان اورجانيك، وكمان اهو مزروع فيه الصفيحه اهو. شايفين؟ وده برنجان مزروع فيه الجرده لهو اهو البرنجان. وكمان فيها هو فلفل الوان اهوت مع البرنجان اهو، فلفل الوان اهو. تعالى هنا خلنا. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي حد بيعاني من الانيميا بيقولوا له كل برنجان، مع ان البرنجان مش مصدر للحديد. ليه البرنجان مش مصدر للحديد؟ ليه البرنجان مش مصدر للحديد؟ علشان كل 100 جرام من البرنجان فيهم 2 من عشرة ملي جرام حديد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل كيلو برنجان فيه 2 ملي جرام من الحديد. واحنا احتياجنا اليومي من الحديد 13 ملي جرام. ده بالنسبة للأطفال، وممكن يوصل لـ20 ملي جرام من الحديد يوميا بالنسبة للكبار. وكمان طلع مع البرنجان شطة اهي، شايفين؟ والشطة طلع حمرة هي كمان في الشجر. ادي الشطة وادي الشطة الحمراء وادي الشطة الخضراء اهي اهي. شايفين؟ وكمان في طماطم اهي طالعه اهي. شايفين البرنجان؟ اللهم صل على النبي. برنجان اورجاني. شايفين البرنجان شايفين البرنجان في المصفى قد ايه؟ البرنجان اللي في المصفى ده كله يا دوبك جمعته من الكراويت اللي انتوا شايفينها دي، او من الصندوق الخشب اللي انتوا شايفينه دي اهو. شايفين اهو البرنجان اهوت. وفي طماطم اهي، في طماطم اهي زي ما انتوا شايفينها، وفي شطه خضراء وشطه حمراء. هنا كمان هو شايفين برنجان هو في صندوق، في صندوق بلاستيك اهو. ودي برنجان هو الحاج اسماعيل سايبه يحمر عشان هناخده منه تجاوي اهو. وهنا برضه اللهم صل على النبي، هنا برضه صندوق خشب هو برضه فيه برنجان هو، وفيه فلفل اخضر هو، وفيه فلفل الوان، وفي طماطم. وهنا برضو برنجان تاني اهو اهو. اللهم صل على النبي. شايفين؟ تعالوا شوفوا دي جردل
اللهم صل على النبي. ده جردل بلاستيك اهو، وشوفوا الجردل البلاستيك فيه البرنجانه قد ايه. اللهم صل على النبي. والبرنجان واخد الشجره والمي اهو، شايفين؟ تعالى هنا يا محمد. وكمان في واحده وقعت اهو، وكمان شايفين؟ كنت ناسيه برنجانه كمان اهي في الصندوق، شايفين؟ اللهم صل على النبي. تعالوا البرنجانة وضعي. شايفين البرنجان من على السطح قد ايه؟ اهو شوف، شايفين برنجان سطحنا؟ شايفين؟ اللهم صل على النبي. اهو اللهم صل على النبي. البرنجاني البرنجانه واخده الشجره وميله خالص من فضله، واخده مش عارفه الخلاه من قد شقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين اهو ده صندوق، شايفين البرنجاني اهو. وهذه كمان شجره ثانيه فيها برنجان، وهذه شايفين البرنجان فريش وشكله طازة وجميل ازاي؟ برنجان اورجانيك، ده برنجان اورجانيك. وكمان في برنجان صغير اهوت، مش هنعمله؟ اللي انت بتعدي من تحته دي اللي بتعدي، شايفين؟ وهذه كمان اللهم صل على النبي. ده هو معمول عشان الغطا عشان الاجهاد الحراري. وشايفين؟ وهنا كمان برضه اهوت، هذه صندوق بلاستيك اهو برميل اهو. وشايفين البرنجانه شكلها عامل ازاي؟ شايفين البرنجان؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين البرنجان؟ تعالى يا دكتور هنا كده، هنا بقى اللهم صل على النبي. الصندوق البلاستيك دي او البرميل البلاستيك دي في برنجان من الطويل اهو، ده برنجان من الطويل اهو، برنجان طويل. شايفين البرنجان؟ شايفين اهي. بس الاضاءة ممكن ما تكونش واضحة علشان احنا بنصوره قبل المغرب بربع ساعة. شايفين البرنجان اهو؟ ده كله برنجان على السطح، ده كله برنجان من على السطح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل. شايفين؟ دي كل برنجان من على السطحين اهو، شايفين اهو. تعالى هنا محمد برضه. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين البرنجان؟ اللهم صل على النبي اهو. والله برنجان فريش خالص وطازه خالص وجميل. وصراحه انا مليت المصل ومش لاقيه حاجه نحط فيها البرنجان. اللي السطح عليه خير كتير والله، الحمد لله. الشطه والفلفل الحمد لله، شايفين اهو اهو. انا مش لاقيه حته نحط فيها البرنجان. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين؟ ودي برنجان هي الحاج اسماعيل معلقها على الخشب علشان البرنجان بيوقع اهو اهو. صور هنا يا دكتور كده اهو اهو. شايفين البرنجان؟ شايفين اهو اهو.
شايفين البرنجان من على سطحنا قد ايه؟ والله ده كله برنجان من على سطحنا، وفي برنجان كمان ما جمحتهوش علشان المصفى ما خدتش، والبرنجان كتير. وفي برنجان بوجع مني الشحطر على السطح كتير. اي حد عنده انيميا بيقولوا له كل برنجان، مع ان البرنجان ده مش مصدر للحديد. هتقولي لي ازاي ان البرنجان مش مصدر للحديد؟ هنقول لك ان كل 100 جرام من البرنجان فيهم 2.2 ملي جرام حديد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل كيلو برنجان فيه 2 ملي جرام من الحديد. واحنا احتياجنا اليومي من الحديد بيكون 13 ملي جرام من الحديد، وممكن ده بالنسبة للأطفال، وممكن يوصل لـ20 ملي جرام من الحديد للكبار. يعني ايه الكلام دي؟ يعني احنا لو هناخده، لو هنعتمدوا على البرنجان كمصدر للحديد، يبقى مفروض الشخص ياكل 6.5 كيلو برنجان يومياً. ده بالنسبة للأطفال، أما بالنسبة للكبار هيكون أكتر من كده. ودي حاجة مش منطقية إن إحنا ناكله 6.5 كيلو من البرنجان يوميا علشان نحصله على الحديد اللي إحنا عايزينه. فالبرنجان مش مصدر للحديد. هتقولي لي طيب يعني ما ناكلوش برنجان طالما هو مش مصدر للحديد؟ هنقول لك لا، كلي برنجان، لأن البرنجان مصدر لمعادن تانية مهمة زي البوتاسيوم والمغنيسيوم ومعادن تانية وغيرهم من المعادن. في خضروات كتيرة بتقطعيها وبتتركيها شوية وبتسود، بعد كده بيكون فيه معادن اتأكسدت وبتتحول للون الأسود. مش أي حاجة بتسمر بيبقى فيها حديد، معنى كده إن يكون فيها حديد. وزي ما قلت لك ان البرنجان فيه حديد بس نسبه بسيطه جدا، ما تنفعش ان احنا نعتمد عليه كمصدر يومي للحديد. اللهم صل على النبي. الحديد طبعا البرنجان فيها بوتاسيوم وفيه مغنيسيوم وفيه الياف غذائيه، يعني مهم لصحه القلب والشرايين، ومفيد لمرضى السكر، وبيخفض ارتفاع ضغط الدم، وكمان بيخفض الكوليسترول، وبيساعد في التخسيس، منخفض في السعرات الحرارية، بيسهل من عملية الهضم، فيه نسبة مية كتيرة، يعني فيه فوائد تانية كتيرة. بس ما تقوليش ان هو فيه حديد يكفي احتياجاتنا اليومية. وهذه البرنجان هو، شوفي البرنجان قد ايه، اللهم صل على النبي. والبرنجان ده كله طمن على سطحنا، بس انا مش قادره ان انا قعدت بالبرنجان عشان البرنجان صراحه تقيل عليا زي ما انتم شايفين كده. والبرنجان ده كله من على سطحنا، ومعلش انا بنغيب عليكم علشان انا عيالي كانوا في الامتحانات. ودمتم سالمين ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.